معرض الكتاب اليوم الثالث، يعني ارقام 100 في امبارح مثلا 127,000 زائر. دي الدوره 53 بمعرض الكتاب، حضور جماهيري ضخم جدا. المعرض تحت شعار هويه مصر، الثقافه وسؤال المستقبل. 1063 ناشر مصري وعربي واجنبي. جناح للطفل مره اخرى بعد غياب 20 سنه، زي ما قلت لكم قبل كده الدولة المضيفة أو الدولة الضيف هي اليونان. زميلتنا حبيبة عاطف زارت المعرض، هنبقى عندنا رسالة مستمرة من معرض الكتاب. زميلتنا حبيبة عاطف زارت المعرض وتجولت بين أروقته واستضافت الكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن مسؤول المحتوى الرقمي لمعرض الكتاب. هيتكلم عن إن المعرض بقى له خدمات رقمية، إزاي تشتري الكتاب إلكترونيا، بيقدم الكتب إزاي، بث الفعاليات والندوات، لو ما قدرتش تروح ممكن تشوف الندوات اونلاين، شحن الكتب للمحافظات، مش بس بتشتريها الكترونيا بتوصل لك للمحافظات. هيتكلم كمان زميلنا محمد عبد الرحمن عن كتابه الجديد فلسفه البلوك، وهي عن تاثير السوشيال ميديا على المجتمع. خلونا نشوف هذه الرساله. نرحب بحضراتكم مشاهدي قناة أون في كل مكان من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53. بنرحب كمان بالكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن رئيس المحتوى الرقمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. دلوقتي على مدار 24 ساعة من خلال صفحات المعرض على فيسبوك وتويتر وانستجرام، وخصوصا فيسبوك، من خلال الموقع الالكتروني للمعرض يقدر يدخل يعرف ايه الندوات اللي شغاله، يقدر يعرف يشوف فيديوهات لكل العروض الفنيه اللي موجوده. لو هو مثلا قرر انه يجي يوم الثلاث الصبح يقدر يعرف ايه الندوات اللي موجوده في هذا اليوم. المعرض اضخم من ان احنا ممكن نحمل عليه كل الكتب، لانه الكتب كتيره جدا، لكن هي بتبقى فرصه انه حتى لو مش قادر يجي ممكن يشوف دار النشر يقدر يوصل لها، يقدر يطلب منها اونلاين. واحده واحده موضوع بقى الكتب اونلاين بقى موجود بدرجه كبيره جدا. في كمان خدمه جديده السنه دي، هي خدمه الشحن لخارج القاهره وكمان لخارج مصر، ان انت مثلا بعت صديق ليك اشترى لك كتب معينه ممكن يشحنها لك هو ويجي لك لحد عندك. وجود الحاجات الكترونيا خلى ناس كتيره تبقى جايه محدده عايزه تعمل ايه، عارف عامل قائمته ويقدر يدخل يشتري الحاجه في وقت قليل جدا، طالما هو عارف قبل ما يجي هو جاي يعمل ايه. ده ما كانش موجود في المعرض اللي قبل كده. صاله 5 بقت للطفل تماما، في اي يوم انت جاي معاكي اطفالك، في ورش حكي، في ورش تلوين، في حفلات موسيقيه. هو كتابي فلسفه البلوك هذا ما فعلته بنا السوشيال ميديا بيرصد الحاجات العكسيه اللي احنا من شويه، كنا بنتكلم على ايجابيات السوشيال ميديا ازاي انها بتسهل حياه الناس، لكن برضو بنشوف من خلال الكتاب، من خلال فصول الكتاب ال 28 مظاهر ل ازاي الكتاب خلى الناس اخلاقها تبقى أسوأ شويه في انها توجه اتهامات لبعضها البعض، انتشار الاخبار المغلوطه، الشخصيات الزائفه على السوشيال ميديا ازاي ممكن اقدر اعرفها.